رجعنا من بعد الفاصل ومعنا ضيوفنا في الاستديو استاذه منيره العبيدان رئيس قسم التسجيل ومتابعه التوظيف في عاده الهيكله، بالاضافه الى كذلك امين عام سر اتحاد جمعيات استاذ ناصر صباح الشمري، منورينا في الاستديو وحياكم الله. الله يحييك. مشكورين على الاستضافه. العفو حياكم الله، هذا واجبنا ان احنا نقدم للشباب اللي انتم قاعد تقدمونه ايضا لهم وتوفرون بحد ذاته في موضوع حلقتنا انه انجاز. لو نبي نتكلم عن اكثر دور اعاده الهيكله في تحديد وتوفير وظائف الشباب في قطاع الجمعيات التعاونية، وصلنا هذا الموضوع مثل شوي قبل نرجع من الفاصل استاذة منيرة، يمكن الكثير يقول جمعية، فيعني شنو دوركم اللي قاعد تقدمون للشباب في هذا الموضوع؟ صحيح، بسم الله الرحمن الرحيم، في البداية أشكركم على الاستضافة، ودورنا ودوركم أن احنا نوضح للشباب الكويتي شنو الوظائف الموجودة وليش اتحاد ليش القطاع التعاوني بالذات. في البداية هي عبارة عن مبادرة تم تقديمها من قبل برنامج إعادة الهيكلة، الهدف منها توظيف الكوادر الكويتية في القطاع التعاوني. انبثقت او طلعت عن طريق تشكيل لجنه، للجنه متكونه من برنامج اعاده الهيكله، وزاره الشؤون، اتحاد الجمعيات، والهيئه العامه للتعليم التطبيقي والتدريب. ممتاز. من نتائج هذه اللجنه تم توقيع مذكره تفاهم. حلو. الهدف منها ان نحدد اليات، نحدد الشروط، نوضح الطرق اللي المفروض نمشي فيها في توفير هذه الوظائف للشباب الكويتي. مثل ما احنا عارفين ان القوائم الانتظار في الديوان او في اي مكان عندنا وايد طويل، والشباب يبون يشتغلون. صحيح. سواء كانت ذوي شهادات دنيا او ذوي الشهادات العليا، والحمد لله من نزلنا الاعلان من تاريخ 28/5 الى يومنا الحالي العدد حلو، الاقبال وايد كبير، ومثل ما تناقشنا مساحه انه ما في اجبار، يعني الشاب بنفسه هو اللي يجينا يقول لنا ابي الوظيفه الفلانيه. حلو. في الجمعيه الفلانيه. فعلى رغبتهم هم، احنا لا نغصب احد، ما جبرنا احد. صحيح. فهم قاعدين يجون بنفسهم، وهم قاعدين يقدمون، وهم قاعدين يتقدمون بنفسهم، وهم قاعدين يختارون. اذا قلنا له مثلا اولويه التوظيف عندنا لسكان المنطقه. حلو. اللي هو المنطقه اللي نازل ساكن فيها مو طالب الجمعيه، فنقول له عندك كذا وكذا وكذا وكذا، عندك الجمعيه الفلانيه، الجمعيه الفلانيه، الجمعيه الفلانيه، اي واحده تبي، يقدر يختار واحده. حلو. يقدر يختارهم كلهم. يعني ممتاز ان انتم قاعد توفرون للشاب انه هو يختار الجمعيه اللي هو يبيها والوظيفه. بالضبط. اللي هو حابها على تناسب شهادته اللي هو عنده اياها. استاذ ناصر، انا بتكلم عن اتحاد الجمعيات، شنو دوركم مع اعاده الهيكله في توظيف الشباب الكويتي؟ بسم الله الرحمن الرحيم. دور الاتحاد، قام الاتحاد مع وزاره الشؤون ومع اعاده الهيكله ومع الهيئه العامه للتعليم التطبيقي مبادرة من الشؤون بتنسيق وتنظيم من إعادة الهيكلة بعدة اجتماعات لتنظيم الدور وتنظيم العمل للشاب الكويتي في العمل في الجمعيات التعاونية. ممتاز. لو نتكلم أستاذة منيرة عن آلية العمل لطلب العمالة الوطنية من البرنامج وطبيعة الفرص المتاحة للشباب أكثر، يعني انزين هي تمشي في تسلسل. حلو. أول شيء الجمعيات يفرزون شنو الشواغر الموجودة عندهم، شوف الجمعية شنو احتياجها، ويتم فيها حصرهم وجمعهم وتحويلهم لاتحاد الجمعيات. في المقابل اتحاد الجمعيات ياخذون الشواغر يدرسونها، اذا تمت الموافقه عليها يتم تحويلها للشؤون. حلو. من بعد ما تم تحويلها للشؤون يتم توفيرها لنا، اذا توفرت لنا خلاص حين هي متوفره لنا. ممتاز. ننزل اعلان ويتم التقديم عليها. حلو. يعني الاليه جدا سهله، ولكن لو نتكلم اكثر عن اليه الشغل، شنو راح يسوون داخل الجمعيه؟ طبيعه الشغل، طبيعة الشغل، آلية التوظيف في الجمعية مثل ما ذكرنا احنا، هو شنو يبي الشخص، لنفرض شهادته جامعي. حلو. وحاب انه يشتغل في القطاع التعاوني، نعرض عليه كذا شاغر او كذا مسمى، هو يختار يبي يشتغل اداري او يبي يشتغل فني. حلو. او يبي يشتغل في طبيعة عمل ثانية مو في اختصاصه، مثل ما قلنا هو باختياره، ما نقدر يعني. ممتاز. ما نفرض عليه شيء. حلو. هو اللي يحدد طبيعه العمل اللي بيشتغل فيه. ممتاز. ما تفرضون عليهم، ولكن ابدا. استاذ ناصر، هل في شروط من اتحاد الجمعيات انتم وضعتوها في توفير الوظائف مع اعاده الهيكله؟ يعني فرضتوا عليهم بعض الشروط، حطيتوا شيء من عندكم في هذا التقديم اللي انتم وفرتوه للشباب؟ كانت الاولويه للخريجين والاهل الاختصاص وخريجين الجامعات لاستفاده من خبراتهم من الشباب الكويتي في العمل التعاون الجمعيات. ممتاز. يعني مثل شنو مثلا اللي انتم حطيتوها، الفرص اللي انتم شفتوها انها مناسبه ممكن تفيد الشباب التخصصات؟ الفرص اللي حطيناها كالوظائف قصدك، يعني الوظائف كانت يعني مفتوحه كالجمعيات، من المدير العام للبائع والكاشير يعني. حلو. جميع المخصصات كانت موجوده للشباب الكويتي فيها.
ممتاز استاذ منير، لو نتكلم عن اليه الاستقبال، من اللي استقبل الطلبه نفسهم او خلينا نقول الشباب اللي قدموا على هذه الوظائف؟ اليه الاستقبال ان كل اللي عليه يتصل على رقم البرنامج او انه ياخذ موعد من الموقع ويجينا في الموعد المتفق عليه او اللي يتم ابلاغه فيه. يجي بالشهاده والبطاقه المدنيه وحضور الشخصي، يجي يسجل يشوف الشواغر الموجوده، يتم الاتفاق على الوظيفه المعنيه. حلو. وندخله عندنا في النظام، ثاني يوم يطلع ترشيحه للجمعيات. ممتاز. ثاني يوم، يعني احنا ما نتعطل بالكتب، يوميا قاعد تطلع الكتب للجمعيات، فيوم بيومه قاعد تطلع الترشيحه. يعني الاليه جدا سهله اتوقع على الشباب، ووضحت الصوره لهم، ولكن يمكن في شباب يتساءلون هل اذا هو مثلا قاعد يدرس بالجامعه او ما زال يدرس بالثانويه، هل ممكن يقدم على هذه الوظيفه ويعني يكون موظف في الجمعيه ولا صعبة عليه؟ لا، راح تكون صعبة عليه، لأن الأولوية للباحث عن العمل. حلو. اللي للحين ما اللي تخرج، مو اللي طالب، لأن إذا طالب راح يحدى في أوقات معينة للعمل اللي هي 4 ساعات. ممتاز. يعني هم ما نبي نخرب مستقبله الدراسي على أساس أن نشغله بالجمعية. ما فكرتوا أن توفرون بارت تايم الـ4 ساعات 5 ساعات ممكن؟ البارت تايم احنا شغالين فيها كتطوع؟ احنا شغالين فيها، عندنا برنامج التدريب للطلبة. ممتاز. مع التعاون مع إدارة تنمية القوى العاملة، تنزل سنويا. حلو. مدة شهرين فترة الصيف. صحيح. منها يكتسب خبرة في القطاع الخاص. صحيح. مفتوح كل ممكن كل بعدها القطاع. يتوظف بعدها الشركة ممكن تأخذه إذا شافت إن هو كفؤ وإن شافت في مستقبل للشخص المتقدم على الوظيفة، يأخذونهم. حلو. يعني مثل إنه يحجزونهم لبعد ما يخلص تخرجه. خلص تخرجه سيدا يتم تعيينه. ممتاز. انا اليوم هني كمستجوب، راح استجوبكم اللي هو اسئله الشباب اللي دائما ممكن يسالونها. استاذ منير، يمكن سالت استاذ ناصر على موضوع التخصصات، انت وكاعاده الهيكله، هل في تخصصات معينه موجوده حاطينها وشروط، او في تخصصات ممكن ما تقبلونها؟ يعني ممكن في تخصص معين تقول لا هذا احنا ما نحتاجه بالجمعيه، او كل شخص متخرج من الجامعه او المعاهد بشكل عام او الثانويه خالص ما يبدش الجامعه ممكن يقدم على هذه الوظيفه؟ احنا استقبلنا من حمله الماجستير الى ما من غير مؤهل. حلو. وحتى المتقاعدين سجلوا عندنا، فباب التسجيل مفتوح لكل المؤهلات، لكل اي شاب كويتي حاب انه يشتغل في قطاع الجمعيات يقدر يقدم علينا، ولكن اذا توفرت الفرصه المطابقه لشهادته ومطابقه لشخصه هو. حلو. ممتاز. يمكن هذا السؤال شويه حساس استاذ ناصر، ولكن يمكن في شباب يبون يعرفونه، والكل من قاعد يتابعنا عبر شاشه تلفزيون الراي يسال هل المعاش راح يكون قوي؟ حلو. يعني هل حال اي وظيفه موجوده في القطاعات الحكوميه او الخاص؟ ان شاء الله يكون الراتب ان شاء الله راح يكون طيب للشباب الكويتي في الجمعيات، واحنا كاتحاد جمعيات دورنا قمنا باقتراح كادر للشباب في الجمعيات، والحين الاقتراح موجود في وزاره الشؤون، ونتمنى ان شاء الله من اخواننا ومن معالي الوزيره الاخت هند الصبيح في تعجيل الكادر، لان الكادر هذا راح يعطي معنويه قويه للشباب الكويتي في العمل التعاوني. ممتاز. يعني لو متكلم استاذ منيره، الحد الادنى للمعاش والحد يعني اول شيء لاكثر شيء تقريبي، يعني من المميزات ان الشاب الكويتي يشتغل في الجمعيات، اهم شيء ان الوظيفه او مقر عمله بالقرب من البيت، يم البيت. حلو. يعني لان الاولويه لسكان المنطقه مثل ما قلنا 10 دقائق تواصل بالكثير بالكثير. ثاني شيء الترقيه، لان عدد الكويتيين فيها شوية، فمجال الترقية يكون سريع. ثالث شيء المميزات المالية، حالة حال أي موظف في القطاع الخاص، يعني أقل راتب دعم العمالة للشاب المتزوج يأخذ 528، وأعلى شيء ممكن يكون أكثر على حسب المؤهل الدراسي الجامعي 898، غير الراتب اللي يأخذه من الجمعية وغير ممتاز. الكادر اللي تم الاتفاق عليه أو الموافقة عليه من قبل الشؤون. حلوة. فرواتبهم لا بأس فيها، ممتازة تعتبر، يعني طبعاً. مقارنة في الحكومة أو في أي قطاع من القطاعات الثانية الخاصة موازية لهم. طبعا يعني حتى مثلا إذا ما لقى الوظيفة لما يتخرج من الجامعة مبدئيا وهذا متوفر في الجمعية كمعاش، أنتم قاعد تقولون أتوقع يعني مناسب كشاب بروحه أو شابة موجودة لا متزوجين ولا شيء كمعاش، أتوقع مبدئي لهم كبداية حياتهم إلى سنة سنتين ثلاثة يكونون نفسهم، بعدها ممكن يشوفون فرصة ثانية يروحون يغيرون وظيفتهم إذا هم كانوا مثلا يبون يطمحون إلى معاش أكثر. يعني ممكن يزيد، يعني هو على حسب السلم الوظيفي بالجمعية. يعني في زيادة. صحيح. يعني بأي مكان كنت أو في أي مقر عمل أكيد بتكون في زيادة، بس احنا ما نقدر نحدد لهم الزيادة السنوية كم بتكون، لأن من جمعية لجمعية تفرق على حسب الوظيفة على حسب الشهادة تختلف. حلو. لأن حتى دعم العمالة الجامعي العادي خريج الكليات المعتادة غير عن المهندس، غير عن الدكتور. صحيح. غير عن طبعًا. المحامي، فيفرق.
حلو، اتوقع يعني اللي بيتوظف الجمعيه راح يستانس، يعني اكل وهالسوالف موجوده، فيعني مو الوظيفه راح تكون شويه يعني ممله، يعني حتى لو خلص يقدر يروح بريك يقعد ياكل تحت فيها، يمكن يكون البيت. لا يرد البيت، كل شيء موجود في الجمعيه يعني توفر له، فاتوقع الاجواء راح تكون وايد حلوه. ولكن استاذ ناصر واستاذه منيره، خلونا نروح نشوف استطلاع راي الشباب في هذا الموضوع ونرجع للاستديو. بالوقت الحالي تدري الوظائف شوي صعبه، فالانسان على قولتهم اذا محتاج فراح يعطي من نفسه، وهذا وشغل مو عيب يعني. شباب الكويتي جربناه في الخير والبركه وقت الشدائد، يقومون بواجبهم وما يقصرون. والله المفروض لها اقبال. والله تشوفه انا شيء ايجابي، لان في اغلب الشباب يعني بطاليه ما عندهم شيء يعني، فهذا يشغل وقتهم وقت الفراغ وكذي يعني. طبيعي يعني الان حتى احنا معنا بالسعوديه جميع الأشخاص جالسة تشتغل وتعلن عن أنفسها كمهني، إذا احتجت إلى مثلا ككهربائي أو سباك، وفي كاشيرية يعني الآن مثلا. إذا يعطون مجال حق الشباب المفروض يعني يبادرون، يعني هذه الفرص هذه يعني ما تتعوض الحين، خاصة بالوضع الحالي. يعني الوظيفة أي كانت، أكثرهم اللي ما عنده شهادة، اللي تعليم يعني مبتدئ وهذا، فبالعكس شيء طيب اذا يفتحوا لهم المجال، ليش لا يعني. وفي ناس عندهم قابليه، بس الاغلبيه لا لحد الان يعني العقليه ما زالت يعني يبي يصير مسؤول رئيس قسم سيده، ما يبي يعني. الشباب حاليا محتاجين دفع مننا، لانه كثيرين يقول لك انه الشغل مو عيب، ومستعدين انهم يدوا فرص للشباب، انهم ساعدوهم من الاعمال الصغيره عشان تكبر وتصير كبيره. اول شيء شغل معب، هذا رقم واحد. رقم اثنين يعني يعطيك خبره، يعني اساسا اذا انت الحين توظف مثلا راح تكون شنو؟ يا مهندس، يعني الكويتي عموما يا مهندس يا ضابط يا محامي. فاذا خذيت اكسبيرينس مثلا بمهنه ثانيه، منها تعرف على الناس، يعني وايد اشياء تعلمك. انا شخصيا اتكلم لو اهل نفسي شباب كان اشتغلت كاشير، يعني ما في شيء، ما يعيبه شيء. يشتغل شباب الكويت كاشير، يشتغل كل شيء، شو المشكله انه يشتغل كاشير؟ انا اشوفهم بالعكس ما يقصرون، وفيهم الخير والبركه وهذا. يعني اذا في مجموعه شايفه ان الشغله تنقص، يعني مجموعه هذا بكل مجتمع، في زين وفي شيء، في اللي يستحي في اللي عنده عادي. يعتبرون الوظيفه هذه يعني الوظائف هذه العاديه فشله ولا عيب، وهي بالعكس يعني اي مهنه ما فيها عيب ولا فيها شيء يعني. ما اشوف انه يعني في مشكله او عيب يعني ابدا. وايش الخجل؟ العمل هو عمل، فليش اخجل منه؟ في النهايه الشغل مو عيب، واهم شيء الرجال يصرف على بيته وعلى اهله ويقدر انه يشيل المسؤوليه. يعني عادي نتعلم من الغرب مثلا، انا ادرس برا وشيء طبيعي عادي، ولا الشغل عيب ولا اي شيء. طلبه يدرسون يشتغلون نفس الوقت، ما في مشكله. الكويت يشتغل في كل مجال اصلا. يعني انا واحد من الناس اروح اشتغل عادي، يعني ما عندي يعني عندي دوامي الصبح، واقدر يعني بعد الدوام مثل بار تايم يعني. او انه هو ما يستهي، بس لكن نظره المجتمع حقه ما تكون يعني مضبوطه 100%. كل شخص يجب ان يتحمل حتى في حياته، يعني مو متطلب منه لابد انه يصل للقمه حتى يبتدي حياته على طول. يعني احنا بدينا برواتب قليله جدا، الى الحمد لله في الليله وصلنا المراتب اللي احنا نستحقها يعني في حياتنا، وطمحنا لها ووصلنا لها. قبل الفاصل شفنا استطلاع رأي الشباب في موضوع حلقتنا اليوم، اللي هم ممكن يتوظفون في الجمعيات ولا لا. شفنا الكل مأيد، وبالعكس وايد قالوا ان انا بالعكس لازم اصرف على بيتي، لازم اكون معتمد على نفسي، والوظيفة ما فيها عيب دام انها هي وظيفة قدام الناس، وظيفة حلوة وموفرينها عادة الهيكل بالإضافة الى اتحاد الجمعيات. راح ناخذ رأيكم في موضوع الاستطلاع من شوي. استاذة منيرة، لو تعطينا رأيك في كلام الشباب ورأيهم في هذا الموضوع. الحمد لله يعني الإقبال والموافقة على الجمعيات موجود، وشفناه والتمسناه بعيننا، لأن من يوم ما فتحنا أو نزلنا إعلان الجمعيات 28/5 إلى يومك هذا تم تقديم 600 باحث ما شاء الله، أي من بنات وشباب، من حملة الماجستير إلى ما دون المؤهل. يعني إذا ناخذها تفصيلية أكثر، 11 حملة ماجستير، 140 بكالوريوس، 215 متوسط، 130 ثانوية، والباقي مختلف التخصصات الأخرى.
يعني ابتدائي بدورة، متوسط بدورة، ثانوية بدورة. صحيح. ولله الحمد حتى المتقاعدين كانوا يقدمون عليهم. 600 شخص من 28.5 هذا يعني عدد جدا كبير، يعني ممكن خلال بعد كم شهر راح تواجهون صعوبة أن تكتفون بعدد الأشخاص اللي راح يكونوا موظفين في الجمعيات، وراح ندش واحنا فخورين وبوجود شباب نشوفهم سواء ككاشير، سواء كمدير، سواء يعني كمسؤول بركن معين في الجمعية. أنا عن نفسي أفتخر أني أشوف شباب ديرتي وإخواني قاعد يشتغلون في أي وظيفة، وهم يكونون فخورين وباختيارهم اختاروا الوظيفة اللي هم يبونها. أستاذ ناصر، إيش رأيك في استطلاع الرأي من شوي؟ الاستطلاع إن شاء الله طيب، ولا نشوف رأيك. أغلب الآراء كانت متجهة يعني مؤيدة للعمل التعاوني للشباب الكويتي، وإن شاء الله نتمنى الخير وجود الغبار بعمل التعاون إن شاء الله. إن شاء الله بإذن الله. أستاذة نيرة يمكن قالت من شوي تجربتها وشافت التقييم بشكل عام وكلمتني عن هذه التجربة، لكن أنت كاتحاد الجمعيات نبي وجهة نظركم، وجهة نظرك بشكل عام، شلون تشوف تقييمك لهذه التجربة؟ والله التجربة بشكل جديد، توها تجربة جديدة وتحتاج وقت للتغيير، ونتمنى أنها تكون بادرة خير للشباب الكويتي بالعمل التعاوني، وأنا متفائل فيها إن شاء الله. بداية موفقة راح تكون إن شاء الله. ممتاز. لو نبي نتكلم أستاذة منيرة عن، من شوي أنت ذكرتي لي الامتيازات، ولكن نبي نعيدها بشكل عام ونفصلها تفصيلي، بحيث وايد شباب الحين يمكن قاعد يتابعونا، اللي قاعد بالديوانية، اللي قاعد مع أهله، البنات، أي واحد قاعد يتابعنا يبي يقول شنو الشيء اللي أنت ممكن يجذبني إني أنا أتوظف في الجمعية. أوكي، الفرص متنوعة. عندنا تم تقديم أو تم توفير 2035 فرصة في الجمعيات بكل البوزيشنز، كل المناصب الموجودة بالجمعية، من مدير إدارة إلى سائق. لا هو عيب ولا هو حرام. صحيح. ولا هو غلط أن يجي الشاب الكويتي أو تجي البنت الكويتية أن يطلب أو تطلب وظيفة بائع. صحيح. أو تطلب أو يطلب وظيفة كاشير. صار في إقبال وصار في حضور، والعدد وايد كبير اللي قدموا على هذه الوظائف بالذات، يعني بغير عن الوظائف الإدارية، يعتبر شيء وايد فخر مفخرة لنا احنا الشباب الكويتي ان احنا نغير فكر. طبعاً. نغير نظرة. طبعاً. مجتمع، يعني هذا اللي احنا نطمح فيه، وهذه تعتبر ميزة ان احنا نكوت القطاع. صحيح. التعاوني. الميزة الثانية قرب منطقة العمل، يعني احنا عندنا مشكلة بالكويت اللي كلنا نواجهها زحمة الشوارع. صحيح. ان نتأخر عن الدوام، نتأخر في الرجعة، اللي يشتغل في القطاع التعاوني ما راح تواجه هذه المشكلة. صحيح. راح يكون الجمعية قريبة من بيته، اول منطقة اليمة اذا بعد كلش منطقتين على حسب اختياره، يعني ما راح ياخذ اللي هو مشوار طويل. بالضبط. عليه. ما راح ياخذ نص ساعة إلى ثلث ساعة لما يوصل دوام، بالكثير 10 دقائق وهو واصل أو راجع البيت. الميزة الثالثة الأهم اللي هي الراتب، مثل ما تكلمنا وتكلم استاذ ناصر قبل شوي، إنه في راح يدرسون أو راح يطبقون قانون اللي هو الكوادر، فالموظف في القطاع التعاوني راح ياخذ 3 رواتب. إذا ناخذها بشكل تفصيلي، راتب دعم العمالة، راتب الجمعية، والإضافة إلى الكادر اللي يصرف من الجمعية نفسها، فينزل الباكج وايد حلو والباكج وايد مغري. يعني هم يعني اتمنى ان الشاب الكويتي ما ينظر لها ان هي ذوات رواتب دنيا، بالعكس. طبعا. حاله حال القطاع المصرفي، حاله. طبعا. حال القطاع الاستثماري، تقريبا الراتب نفس المستوى. صحيح. ممكن يكون اكثر حتى. طبعا. فهذه تعتبر ميزه اساسيه في العمل في قطاع التعاون. هذه الميزات اتوقع انه ممكن شويه من الشباب الكويتي انه تكون عنده هالثقافه شويه، انه ممكن ما يتاثر بالكلام السلبي سواء في التويتر او انستغرام او سناب شات. ممكن عندنا بعض الشخصيات ممكن ياثرون على هذا الشيء، يقولون انه ليش اشتغل بالجمعيه، انا ما اشتغل بالجمعيه، بالعكس الجمعيه مو عيب انك تشتغل فيها وظيفه حاله اي وظيفه ثانيه بشكل عام. استاذ ناصر، لو نتكلم عن البنت، هل لها مكان في هذا المجال الجمعية؟ هل في بعض الوظائف ممكن ما تستقبلون البنت انها ممكن توظف فيها؟ البنت في لها مجال في الجمعيات، بس مو نفس الشباب. الشباب المجال اكثر من البنت في الجمعيات. حلو. البنت دائما في الجمعية لها اماكن معينة او مخصصة بس. حلو. اما الشباب فكان دائما داخل الجمعية المجال مفتوح لحيل. صحيح. فدائما يكون عدد الشباب اكثر من البنات، واللي احنا بالعكس نتمنى اثنينهم. صحيح. بعدد واحد يكون داخل جمعيات، بس دائما الشاب يكون يعني مفتوح للمجال اكثر من البنت. طبعا. وهذا يعني ما في شك ان انتم ما تفرقون بين الشاب والبنت، وهذا كل الكويت تسويه، بالعكس. واحنا يعني ما عندنا نأيد ان البنات يشتغلون ويروحون بدال ما تقعد في البيت اذا ما عندها. صح. اي مسؤوليه طبعا. ولكن لو نتكلم استاذ ناصر اكثر عن طبيعه عمل بنت في الجمعيه، يعني شنو راح يكون لها بعض الوظائف اللي ممكن راح تشتغل فيها؟ المطروحة يعني البنت نفس السكرتارية، الطباعة، إدارية أكثر. إدارية أكثر يعني البنت صعب أنها تنزل يعني كاشيرة أو بايعة داخل السوق. حلو. عرفت؟
دائما نوجه ان اختصاص البنت الكويتيه في الجمعيات الى العمل الاداري اكثر شيء يعني. ويمكن هذا الشيء شفناه احنا بدول الخليج في اكثر من دوله ان فعلا شبابهم هم قاعد يشتغلون بالمطاعم صح. بالجمعيات، وهذا احنا عندنا في فتره الصيف ممكن تطبق ان يشجعون الشباب على العمل بشكل عام، ولكن كفرصه وظيفيه طول العمر انه يتوظف فيها فشيء جميل منكم، الله يعطيكم العافيه فعلا. ولكن ابي اعرف رايكم، سؤال هو جماعي، يمكن تكلمنا كنظره الشباب، تكلمنا عن وجهه نظركم انت، ولكن المجتمع نفسه نبي نتكلم عنه وايد، يمكن من شوي ذكرت انه ممكن يحبطون الشباب، فشون تشوفون وجهة نظر المجتمع نفسه أو نظرتهم لوظيفة الجمعية؟ هل تشوفون هم أيضا يعني يقبلون في هذه الوظيفة مع يعني هذا الشيء؟ يمكن شفنا باستطلاع رأي في كبار السن بالعكس أيدين عيالهم، فخلنا نتكلم في هذا الموضوع مع السادة نيرة. احنا الحمد لله الشباب والمجتمع الكويتي متقبل الفكرة، واحنا نطمح ونتأمل من المجتمع السوشيال ميديا أو التواصل الاجتماعي إنه يحط إيده في إيدنا، إن احنا نغير فكر، نغير نظرة، هو شيء جديد على الكويت صحيح. وهو توجه مو موجود أو أقلة كان موجودين يشتغلون في الجمعيات التعاونية كشباب كويتي، فتوجهنا الحين احنا كبرنامج جهات الهيكلة واتحاد الجمعيات والشؤون والهيئة العامة للتعليم التطبيقي، إن احنا نغير نظرة، لا هو عيب ولا هو غلط ولا هو حرام إن الشاب الكويتي يشتغل في الجمعية، صح إنه يشتغل بالجمعية، لأنه ممكن هو يكون حاب هذه الوظيفة بس متخوف من نظرة المجتمع، لأن السوشيال ميديا يعني تعتبر أداة مؤثرة بشكل طبعاً كبير طبعاً في أي مجتمع، مو بس المجتمع الكويتي، مجتمع العالم كله، فإيدنا بإيدهم إن إحنا نحاول نساعدهم، ما نخوفهم من هذا الشيء، لأن ممكن لو تكون كلمة عفوية منهم صغيرة تخلي الواحد لو يكون عنده 10% انه هو يبي بس يسمع انه يقول لا كفلان قال انا ليش احط نفسي في هذا الموقع ان شخص يتكلم عني انا كذي، فارد اقول هو فخر لنا ان الشاب الكويتي يشتغل في هذا المجال، والشاب الكويتي اذا اشتغل سائق او اشتغل كاشير او اشتغل بائع او اشتغلت منسق زهور ممكن تكون هوايته انه هو حاب هذا المجال بس ما لقى في القطاع الخاص وما لقى انه حتى في المشروعات الصغيره بس لقى في مجال القطاع التعاوني، فاحنا ندعمهم احنا نمسك ايدنا بايدهم ونوصلهم للمكان اللي هم يبونه، لان بما ان هم يونا بنفسهم دليل ان هم صدق يبون هذه الوظيفه طبعاً. فاحنا نوصل لهم الصوره الحقيقيه للعمل في الجمعيه. طبعا مثل ما ذكرت يمكن في وايد ناس سلبيين بالسوشيال ميديا ممكن ياثرون على ذي الطاقات، انا اوجه لهم رساله، انا ما اقول لهم لا تكتبون، تعالوا بالعكس عاده الهيكله واتحاد الجمعيه يتقبلون كل الراي، ولكن تعال شوف الوظيفه، جربها، شوف الشباب اللي قاعد يشتغلون في الجمعيه، شوف ادائهم، شوف شلون هم مستمتعين باختيارهم اختاروا هذه الوظيفه، بعدها روح علق في اللي انت تبيه، ممكن حتى تكتب بورقه وتسلمها لهم وهم يستفيدون من انتقادك، يمكن عاده الهيكله بالاضافه الى اتحاد جمعيات هم مو شايفين وجهه نظرك اللي انت يمكن هم غافلين عنها او انت غافل عنها، فتعال بالعكس اقعد معاهم عطهم وجهه نظرك، ممكن هم يوفرون الشيء اللي انت تبيه. فابي اعرف وجهه نظرك في نفس الموضوع، نظره المجتمع والسوشيال ميديا، هل تشوفهم فعلا هم يعني قابلين هذه الوظيفه انه ممكن يقبلون حق عيالهم واخوانهم واخواتهم اللي يشتغلون في الجمعيه؟ انا اتوقع الاغلب يعني كان يعني مقتنع في العمل هذا، بس نفس ما قالت الاخت في بعض الناس او الشباب كان متخوف من الاعلام او من السوشيال ميديا ومن كله، كانوا يتخوفون، وهو كان يمكن نفس اللي خايف في العمل التعاوني انه يعني لا راتب يمكن غوي او صحيح. لا امان او لا استقرار في العمل التعاوني وانتقادات الناس له طبعا. بس انا وجهه نظري لما تكون تطبق نفس ما قلت لك من الساعه، الكادر المعروض على وزارة الشؤون يعتبر الشاب الكويتي في العمل التعاوني راح اعتباره يكون له تقريبا 3 رواتب مو راتب واحد، هذا اتوقع راح يعطي حافز اقوى طبعا، وراح يعطي اقبال اكثر في العمل التعاوني، وهنا اتوقع راح تتغير نظرة المجتمع في العمل التعاون للشباب الكويتي. ممتاز، واحنا ما نقول لا تنتقدون، انتقدون ولكن انتقاد بناء حلو بحيث ان احنا نستفيد منه بشكل عام. ولكن استاذ ناصر نبي نعرف منك، هل في دورات تقدمونها للشباب قبل لا يستلمون العمل؟ ان شاء الله في دورات من قبل الهيئه العامه للتعليم التطبيقي، وهذا من المقترحات اللي كانت موجوده عندهم، ودورات على اختصاصات جميع الاختصاصات الموجوده ان شاء الله في الجمعيات لكي يتاهل فيها قبل لا
يقبل على العمل التعاون ان شاء الله. ممتاز ان شاء الله. استاذه منيره يمكن من شوي قلت لك بدايه حياتهم الشباب لما يتخرج من الثانويه اذا ما بيكمل جامعه ممكن يحصل على وظيفه او اللي تخرج من الجامعه او المعاهد بشكل عام، ولكن هم في سؤال يقول انه هل ممكن انا اشتغل سنه وبعدها انقل الى قطاع خاص ثاني او حكومي، او لازم في فتره معينه لازم التزم فيها بالجمعيه بعدها اقدر انتقل؟ احنا كدورنا برنامج جهات الهيكله نطمح لاستقرار الموظف في اي مجال كان. حلو. سواء كان قطاع تعاوني، قطاع مصرفي، قطاع استثماري، بالقطاع الخاص بشكل عام، وندعمه للتطوير وندعمه للترقيه وندعمه انه يوصل للهدف اللي هو يبيه. يعني مو هدفنا ان احنا نوظفه عشان بعد سنه يستقيل. اذا طبعًا. واجه اي مشكله، واجه انه ما حصل اللي هو يبي، احنا ببالنا مفتوحه. طبعا احنا لا مو يعني مو من باب انه يحصل مشاكل، ممكن تجي له فرصه ثانيه عمل برا الكويت او في قطاع بالأكس. ثاني يبي ينتقل، يقدر ينتقل حتى لو توظف صار له شهر يقدر ينتقل على طول. له الحريه. ممتاز. احنا ما نلزمه في عقد معين او نلزمه في فتره معينه انه يشتغل فيها. حلو. بس نطمح لاستقراره. ممتاز. استاذ ناصر لما نتكلم عن اسلوب التعامل مع الشباب في الجمعيات، هل في اسلوب معين انتم تتعاملون معاهم في لوائح شروط يعني تعطونهم يلتزمون فيها؟ مثلا خلينا نقول اللبس، يعني في بعض الجهات لا يلتزمون مثلا باللبس، لازم يكون الشباب والبنات لازم مثلا محتشم، القصه، السايل، لبس، ففي جهات لا يلتزمون باللبس، في جهات ما يلتزمون فيها، فودنا نعرف الشروط اللي هم لازم يلتزمون فيها في الدوام. هو ما في هذيك الشروط، الشروط هي الشاب او البنت يعني تلبس باللبس المحتشم، والشاب بالنسبه له انا افضل انه يكون اللبس زي الرسمي والكويتي الوطني يعني. اما كشروط او العمل ما يعني وظيفه الشاب في الجمعيه دوامه يعني دوام حال الجمعيات الثانيه وحال الوزارات، يعني دوام موحد من 8 الصبح تقريبا 3 العصر، وان شاء الله نتمنى نطبق هذا على جميع الجمعيات عشان يكون الدوام على جميعهم ان شاء الله واحد باذن الله. قواكم الله، كل الشكر على وجودكم، ولكن طبعا ما بيختم معاكم قبل لا اخذ منكم كلمه اخيره توجهونها لكل الشباب اللي باحثين عن العمل ودهم ان يجربون هذه التجربه في الجمعيات، وان شاء الله يكونون على طول هذه وظيفتهم الخاصه. مع استاذه منيره بالنهايه حاب اقول كلمه، ان اذا تبون تسالون او تستفسرون احنا ببالنا مفتوحه، يقدرون يجون من الاحد للخميس من 8:30 ل 12:30 برنامج جهات الهيكله، اي استفسار اي تخوف احنا موجودين. ممتاز. العمل في القطاع، ارد اعيد واقول، العمل في القطاع التعاوني ما هو عيب، العمل صحيح. في القطاع التعاوني ما هو غلط على المجتمع، بالعكس فكره جديده، نظره جديده للمجتمع، احنا نغير فكر، نطور في مجتمعنا، نحاول انه يكون في تكويت للجمعيات التعاونيه، انه يكونون في وظائف مخصصه للكويتيين، يمسكها الشاب الشاب الكويتي سواء كان بنت او ولد. ممتاز. ويستمرون فيها بالعمل الى ما هو يحس بنفسه انه حاب انه يغير. ممتاز. او انه يستمر في الوظيفه. استاذ ناصر كلمه اخيره حاب توجهها لكل الشباب. أوجه الشباب إن شاء الله، نتمنى أن الشباب يتوجه للعمل التعاوني، وحنا كاتحاد جمعيات بابنا مفتوح لإخواننا الشباب والشابات للاستفسار، وفي أي شيء ملاحظات نفيدهم فيها إن شاء الله، ونتمنى الله يوفقهم إن شاء الله. آمين يا رب. كل الشكر لك أستاذة منيرة العبيدان رئيس قسم تسجيل ومتابعة التوظيف في عادة الهيكلة، وكذلك أمين عام سر اتحاد جمعيات أستاذ ناصر صباح الشمري على وجودكم، وإن شاء الله نستقبلكم في لقاءات ثانية وإنجازات كبيرة قاعد تقدمونها للشباب. فاصل ورادين.